بتاعت ايه؟ لايزوزوم. بصوا معايا يا اولاد. بص يا اولاد هناخد درس كده الاول صغير اسمه بيروكسيزوم. هي كلمه واحده لكن انا بتعمد ان انا اكتبها لك مقطعين. المقطع الثاني اسمه سوم. واحده واحده معايا. يعني ايه كلمه سوم؟ جسم. ولو انت شاطر قوي هتقول لي جسم فين؟ جسم عادي كده زينا، جسم داخل السيتوبلازم. يبقى الجسم اللي جوه السيتوبلازم بنسميه سوم. حد ينساها؟ اندوسوم، فاجوسوم، لايزوزوم، بيروكسيزوم. اي عفريت احط لك جنبيه كلمه سوم بسرعه يا دكتوره. تعالي هنا قدام، فيه في مكان هنا اهو وفي مكان هنا اهو. يلا يا كابتن، اي حاجه احط لك جنبها كلمه سوم فانت عارف ان كلمه سوم معناها جسم داخل الخليه. ده الكلام الصح. خش يا دكتور جنب زمايلك. يلا. امال ايه بيروكسي دي؟ ايه بيروكسي دي؟ هقولها لك بس افسرها لك كمان شويه. عارف انت لما بتروح الصيدليه تقول له لو سمحت انا عايز ميه اكسجين؟ ميه اكسجين؟ ميه الاكسجين دي لو بصيت عليها مكتوب عليها بيروكسايد. يعني كلمه بيروكسي دي هي ميه الاكسجين اللي هي رمزها الكيميائي H2O. ده الميه العاديه. ميه الاكسجين بقى بتبقى ايه؟ حد عارف؟ H2O2. انا ماشي معاك من الصفر اهو. درس اسمه بيروكسيسوم. هي كلمه واحده انا فسرتها لك يا عم. كلمه سوم يعني جسم جوه الخليه، صح؟ بيروكسي جايه من بيروكسايد، والبيروكسايد هو ميه الاكسجين. ماشي. ايه بقى الحكايه؟ بص عايز تجيب من الاخر الدرس ده بصراحه، يعني بصراحه انت تكتب عليه كده وانت مطمن، ده يا دكتور البيروكسيزوم ده ابن عم اللايزوزوم. ابن عمه ازاي يعني؟ يعني زيه بالظبط. زيه بالظبط ازاي يعني؟ بص معايا، هو اللايزوزوم الحصه اللي فاتت مش كان يا دكاتره عباره عن حويصله او فيزيكل جواها مواد هاضمه؟ صح ولا لا؟ عارف انت البيروكسيزوم ده حويصله برضه بس مش جواها مواد هاضمه، جواها انزيم اسمه كاتاليز. احفظوا بقى، كاتاليز. اسمه يا اولاد كاتاليز، بس فيزيكل برضه ولها وظيفه. اقول لك عليها حاجه، عشان كده انت لو كتبت هو فعلا ابن عم اللايزوزوم وبعده خلاص كده لحد ما بداتش في الدرس. انا عمال افتح معاك بس شويه كلام. درسنا يا اولاد اسمه بيروكسيزوم. سوم يعني جسم، وبيروكسي يعني H2O2. وانت بين قوسين تبقى عارف ان ده ابن عم اللايزوزوم. ازاي؟ اللايزوزوم الحصه اللي فاتت كانت حويصله او فيزيكال جواها مواد هاضمه. امال البيروكسيزوم بتاع الحصه دي حويصله او فيزيكال برضه بس جواها انزيم اسمه كاتاليز. بصراحه يا دكتور انا مش مصدقك في موضوع ابن عم اللايزوزوم ده. ومال؟ تعالى نشوف كده مع بعض. ادي لايت مايكروسكوب. اوصفه تحت الميكروسكوب اللايت، ومره تحت الالكترون مايكروسكوب، وبعد كده هقول لك وظيفته، الفانكشن بتاعته، ويبقى درسنا خلص. احفظ معايا، يبقى انا لايت والكترون وفانكشن، في مشكله؟ مفيش مشكله. اللايت للمره الثانيه اللي اقول الكلام ده. اللايت ميكروسكوب ضعيف. ينفع تصبغ الفيزيكال؟ طب بلاش، هي مش الفيزيكال دي جواها ماده كيميائيه اسمها كاتاليز؟ ينفع تصبغ الكاتاليز؟ لا يا دكتور، المادة الكيميائية ما بتتصبغش، إنما بشوفها بطريقة جميلة اسمها إيه يا ولاد؟ هيستوكيميكال رياكشن. اللي أول مرة يسمع الكلام ده هقوله له تاني. بص يا دكتور، أدي عندك حويصلة جواها مادة كيميائية، جبت الصبغة ارميها ولا الهواء، ارميها تاني ولا ان شاء الله تنقعها في الصبغه برضه مش هتتسلم. هو انت عايز تصبغ ايه اصلا؟ ده غشاء رفيع ودي ماده كيميائيه. علميا مفيش حاجه اسمها ماده كيميائيه بتتسلم، انما الماده الكيميائيه بتفاعل معاها. يبقى الاحسن يا دكتور بدل ما تقول لي بصبغ الحويصله، قول لي ده انا بجيب ماده تتفاعل مع اللي جواها وتجيب لي لون زي ما بنعمل في البايو. صح؟ هو ده الصح. الموضوع ده بقى ان انت تحط حاجه تصبغ تتفاعل وتديك لون اسمه يا اولاد هيستو يعني هيستولوجي، وكيميكال هيستو كيميكال رياكشن. يبقى في الشفا ولما حد يسالك يقول لك يا دكتور الفيزيكال دي بتتصبغ؟ قول له لا يا دكتور ما بتتصبغش، انما انا بتفاعل مع اللي جواها. طب الموضوع ده اسمه ايه؟ اسمه هيستو كيميكال رياكشن. اللايزوزوم كان بيتشاف بالهيستو كيميكال رياكشن، والبيروكسيزوم برضه بيتشاف بيه يا اولاد بالهيستو كيميكال رياكشن.
بص في مكان اهو يا دكتور، بص في واحد هنا اهو مكان اهو اهو جنب الدكتور هنا، والتاني معلش يا اولاد خدوا ال معلش يا خد ده وهات كرسي برضه من بره واقعد في الطرقه هنا عادي. اهو اهو خد خلاص اهو اهو خد كمان. وفي وفي مكان جنب الدكتور. ماشي يا ولاد؟ في كده مشكلة؟ بص معايا يا دكتور، بصوا معايا يا ولاد، ليكوا معايا. يعني ما حدش تشتوه مني، البيروكسيسوم يا ولاد تحت اللايت مايكروسكوب بيتشال بطريقة اسمها؟ هيستوكيميكال رياكشن. البيروكسيسوم هقولها تاني، تحت اللايت مايكروسكوب بيتشال بطريقة اسمها؟ هيستوكيميكال رياكشن. طب اللايزوزوم بتاع الحصه اللي فاتت بيتشاف بطريقه اسمها بص اي حويصله بتتشاف بالطريقه دي. ماشي؟ لو قلت لك بقى ميتوكوندريا جولجي اه الحاجات دي تتسبب، انما حويصله لا يا عم ما بتتسببش، طب انا بتفاعل مع هيستوكيميكال. وهي هي على فكره لو قريت كلمه سايتوكيميكال هي نفس المعنى، سايتوكيميكال هي هيستوكيميكال رياكشن. اتفقنا؟ طيب تحت الالكترون بقى، الالكترون يا دكتور طول عمره معودني انه يوريني التفاصيل. تمام؟ خد هات كراسي بلاستيك عشان الناس اللي جايه. ماشي؟ هات كراسي كتير بلاستيك. بص يا ولاد الالكترون هنا بقى عادي هتشوف ايه يعني؟ تعال نوصف البيروكسيزوم دي، هي عباره عن فيزيكال. فيزيكال حويصله. شوف الكلمه اللي مكتوبه عندك في الكتاب وفي المذكره لايك لايزوزوم. شبه ايه يا اولاد؟ اللايزوزوم. ولكن بط في ثلاث فروقات. اثنين ثلاثة. بص الفروقات انا هكتبها وانت تحفظها معايا. كانه بيقول لك ايه الفروقات بين اللايزوزوم والبيروكسوزوم؟ ده سؤال شفوي. يقول لك رقم واحد ان البيروكسوزوم ده ليس الكترون دينس. ليس الكترون دينس يعني ايه ليس الكترون دينس؟ افتح شويه يعني معنى كده ان الاثنين غامقين بس في واحد غامق اكتر من الثاني. مين اللي غامق اكتر من الثاني؟ اللايزوزوم. اللايزوزوم غامق انما البيروكسيزوم اقل شويه. ليس الكترون دينس ادي اول معلومه. في مشكله كده؟ المعلومه الثانيه، اللايزوزوم كان فيه مواد هاضمه انما البيروكسيزوم بتاعنا فيه انزيم. حد لسه فاكر اسمه؟ كاتاليز. يبقى ده كونتين، ده الفرق الثاني، كونتين كاتاليز انزايم. الفرق الثالث ده خطير، خطير قوي وبيجي في الامتحان. اللايزوزوم من الحصه اللي فاتت كان بيتصنع فين؟ حد فاكر؟ عايز اسمع من الولاد. ها؟ في الار اي ار. وبيروح على فين؟ على الجولجي عشان يتعبى ويتحط جوه حويصله. البروكسيزوم بيطلع من الار اي ار دايركتلي. يعني ايه من الار اي ار دايركتري؟ بيتصنع في الار اي ار ويطلع على طول. يعني ما بيروحش فين؟ لو سمحت. مصلحه يعني بص محبه مني. خلي بالك من الحته دي عشان هتسيب فيها. ماشي؟ اللايزوزوم غير البروكسيزوم في ثلاث حاجات. اخر واحده اهم واحده. ان اللايزوزوم بيتصنع يا دكتور في الار اي ار ويروح على الجولجي يتعبى. البروكسيزوم مش كده. البروكسيزوم بيطلع على طول منين؟ من الار اي ار دايركتلي، دايركتلي يعني بشكل مباشر، ما بيعديش على الجولجي. ماشي يا ولاد؟ تعالى نقول تاني عشان الناس اللي ما حدش تقول منه. عنوان درسنا البسيط السهل اسمه بيروكسيسوم. سوم يعني جسم، وبيروكسي اللي هي الاتش 2 و2 لسه ما جبتش سيرته حالا. خلاص؟ لسه ما جبتش سيرته. طيب وكتبت لك كلمه كده المفروض خلاص بقى احنا بقينا عارفين هي ايه؟ ابن عم اللايزوزوم. لان الدرس طول ما انت بتقراه تلاقيه نص صفحه كده عمال يقارنك بينه وبين الايه؟ اللايزوزوم. بص يا عم الحاج، اول شبه بينه وبين اللايزوزوم ان انا لما جيت ابص على البيروكسيزوم تحت اللايت مايكروسكوب شفته بطريقه اسمها ايه؟ هيستوكيميكال. ده دي نفس الطريقه اللي كنت بشوف بيها اللايزوزوم، صح؟ تاني حاجه لما جيت تحت الالكترون قلت لك اللايزوزوم والبيروكسيزوم اخوات، مش ولاد عم بقى، ده اخوات، بس هما ثلاث فروقات. اول حاجه ان البيروكسيزوم ده يا ولاد ها؟ ليس الكترون دينس. افتح سنة. تاني حاجة إن جواه إنزيم اسمه كاتاليز. اسمه إيه؟ كاتاليز. التالت ده خطير أوي، إنه بيطلع من الـ RER دايركتلي.
دايركتلي يعني بشكل مباشر، مفيش جولجي اباريتس، مفيش جولجي اباريتس، ما تنساهاش دي. بروكسوزوم بيطلع من الاري ار، بروكسوزوم بيطلع من الاري ار. خلاص؟ طيب اخر ايه؟ تعال نشوف وظيفته بقى. قول يا حبيبي. اكبر طبعا. تمام برافو. اللايزوزوم بيقوم بوظيفه اقوى. البروكسوزوم ده اصلا وجوده في الخليه قليل قوي، ازاي اللايزوزوم؟ تمام تمام. بص يا ولاد، الوظيفه بقى، في الوظيفه هنجيب سيل الدم. الفكره في ايه؟ ال H2O2 ده اسمه ميه اكسجين. الميه الاكسجين اللي موجوده في الصيدليات اللي احنا بنستخدمها كمطهر للجروح مثلا في الجراحه، او انت حتى ممكن تتمضمض بيها لو خففتها، تركيزها 10%، وانت حتى هتلاقي كده مكتوب على جوه. طب افتكر كده يا دكتور، تخيل معايا لو ال H2O2 ده كان تركيزه 100% كان هيبقى ميه نار بقى، صح؟ هو فعلا كده. الخليه تفكر تقول لك ايه؟ ما دام ال H2O2 ده ماده كاويه وماده قويه كده، انا ليه ما استخدموش؟ استخدمه في ايه؟ اهضم بيه حاجه، اكسر بيه بكتيريا، تمام؟ استخدمه زي اللايزوم اكسر بيه، خلاص؟ وماله؟ فتقوم عامله ايه بقى؟ الخليه بتاعتنا تقوم جايبه الهيدروجين. تجيب مين؟ الهيدروجين فروم اورجانيك سبستنس، من المواد الاورجانيك. حد عارف يعني ايه اورجانيك؟ عضويه. المواد العضويه اللي موجوده في جسم الانسان او اللي انت بتاكلها، اللي هو البروتين والكربوهيدرات والحاجات دي، بتجيب منها الهيدروجين ويجيب الاوتو. طبعا ما تقوليش بقى الاوتو هتجيبه منين، يعني اكيد مش الخلايا بتتنفس عندها اكسجين كتير. تجيب الهيدروجين من المواد العضويه الاورجانيك سبستنس وتجيب الاوتو وتمسكهم مع بعض، فيعمل لك بروديوس. هكتب لك اهو اول وظيفه، بروديوس H2O2. تمام كده يا اولاد؟ يبقى دي اول وظيفه. يبقى اول وظيفه للبروكسوزوم انه بيصنع مين يا اولاد؟ ميه الاكسجين. بيصنع ايه؟ ميه اللي اسمها H2O2. بيصنعها ازاي؟ ال H بيجيبها منين؟ من الاورجانيك سبستنس، والاوتو هي موجوده اصلا في الخليه. طبعا مش محتاج اقول لك بقى، انتوا كلكم شاطرين، مين الماده اللي هتحفز التفاعل ما بين ال H2 وما بين ال O2؟ مين؟ تفتكر انت مين؟ كاتاليز. وانت عندك غيره؟ يبقى عشان كده بقى دي حويصله جواها الكاتاليز. الكاتاليز ده بيربط لي الهيدروجين مع الاكسجين، فيعمل لي الماده الجميله اللي اسمها H2O2 دي. ادي اول وظيفه. احفظها بقى معايا، اول وظيفه بريديوس ايه؟ عايز اسمع من ورا، ها؟ بريديوس ايه؟ H2O2. جبت ال H2 منين؟ من الاورجانيك سبستنس، والاوتو من الخليه. مين اللي هيحفز لك ان ده يمسك في ده؟ الكاتاليز انزايم. قاعده بيقول لك اللي حضر العفريت يعرف يصرفه. ما هو ما تجيش انت تكون لي H2O2 ويفرط منك ويبهدل لي الخليه. لا يا عم الحاج، زي ما بتعمل بريديوس ال H2O2، بص الوظيفه الثانيه، ديستروي ال H2O2. ما حدش يقرا الكلام ده ويقول له يا دكتور هما وظيفتين عكس بعض. لا يا حبيبي مش عكس بعض. انا بجيب ال H2O2 عشان استخدمه، اكسر بيه بكتيريا، اهضم بيه اكل. انما وانس ان انا حسيت انه هيضرني اعمل فيه ايه؟ مين اللي بيكسر؟ الكاتاليز. لا ده الكاتاليز ده 10 على 10 بقى. لا ده الكاتاليز ده 10 على 10. ده راجل بيكون لك ال H2O2 ويعمل ايه كمان؟ ويكسره لك. يبقى الوظيفه الثانيه ديستروي. طب سؤال بقى ليكم، الناس بقى اللي بتوع الكيمياء فاهمين، ال H2O2 لما يتكسر هيتكسر برضه ال H2O2؟ لا. امال هيتكسر ليه؟ ل H2O زائد O2. يبقى المادتين دول مش هيضروني فاقدر اكسر. وظيفه واحد واثنين اكتب عكس بعض، تمام؟ عشان تحفظهم. والاثنين تحت رعايه الكاتاليز. الاثنين برعايه مين؟ الكاتاليز. عشان كده من اول حصه خالص قلت لك البروكسوزوم ما هو اللي حويصله جواها؟ الكاتاليز. اتفقنا كده؟ طيب الوظيفه الثالثه، عشان تصدقني ان الكاتاليز ده حاجه عظيمه، الكاتاليز ممكن يشتغل لوحده. يعني ايه يشتغل لوحده؟ يعني ممكن حضرتك الكاتاليز لوحده كده من غير اي حاجه، تمام، ديستروي التوكسين اند الدراجز. يعني لو في سموم في الجسم الكاتاليز يشتغل عليها. لا الكاتاليز ده فعلا زي ما قلت لك انزيم 10 على 10. والتوكسين ده اللي هو ايه؟ تمام؟ توكسين يعني سموم. سموم، تمام؟ اي السموم دي مش شرط سم يعني انا شربته، لا. ممكن الاكل ولا اي حاجه في الهواء او في الاكل بتاعنا، فان هي سموم او مواد كيميائيه. الكاتاليز يخلصك منها.
يبقى الكاتاليز لحد دلوقتي عمل لي ثلاث حاجات يا اولاد جميله قوي. صنع لي H2O2 استخدمته، كسره لي عشان ما يضرنيش، هو كمان كسر لي التوكسين والدراجز. اخر حاجه ده كل ده وظايف مين؟ البروكسوزوم. تمام؟ طيب اخر وظيفه خالص واخر حاجه في الدرس ده رقم 4، يقول لك ان البروكسوزوم ده مهم قوي في الليبيد ميتابوليزم. ميتابوليزم يعني عمليات حيويه. في الليبيد ميتابوليزم لو عايز حضرتك تكسر الدهون، تخزن الدهون، تتحول نوع تاني من الدهون لنوع تاني، لو عايز تتعامل مع الدهون، البروكسوزوم ده هو المفتاح بتاعك. يبقى لما تاخد شابتر الليبيد في البايو افتكر كده في دماغك، اه ده احنا خدنا في الهيستولوجي ان البروكسوزوم بيساعدني في الشابتر ده، يبقى افتكر ان الشابتر البايو اللي هو بتاع الليبيد ميتابوليزم تمام هتستخدم فيه البروكسوزوم كتير. خلاص. وكذلك برضو لقيناه مهم في تصنيع الميلين شيز. حد عارف ايه طبقه الميلين دي؟ اه هناخدها ان شاء الله الترم الثاني، الميلين شيز. تمام. على فكره يعني ما رحناش بعيد، الميلين ده لما ناخده الترم الثاني هتلاقيه برضو بيتكون من ايه؟ من ليبيد. دي معروفه يعني ان البروتين ان الايه طبقه الميلين بيتكون من دهون، فبالتالي احنا ما رحناش بعيد يعني ليبيد ميتابوليزم اند فورميشن اوف ميلين شيز. اللي قدامك ده هيتحفظ ويتسمع دلوقتي اهو. درسك اسمه ايه يا ولاد؟ ها؟ بيروكسيزوم. سوم يعني ايه؟ جسم. عناوينك ثلاثة، ال ام، اي ام، أربعة فانكشن. ال ام احفظ، احفظ بقى الحتة أنا فهمتك، احفظها بقى. هتشوف الفيزيكال دي بطريقة اسمها ايه؟ هيستوكيميكال أو سيتوكيميكال، ما تنساهاش. تمام؟ تمام. تحت الإلكترون زي اللايزوزوم، هو حويصلة. بس ثلاث فروقات بسيطة. أول حاجة إن ده إيه؟ ليس إلكترون دينس، إن ده جواه مادة الكاتاليز، إن ده بيطلع منين؟ دايركتلي. وزي ما أنت قلت بيبقى صغير وضعيف، يعني مش هيلف كتير في الخلية. تمام؟ حلو قوي. تعالى بقى الوظيفة. واحد واثنين دول عكس بعض يا دكتور. بصنع الـ H2O2 بجيب الهيدروجين منين؟ أورجانيك سبستنس المواد العضوية اللي أنت بتاكلها. تمام؟ والـ O2 ما موجود في الخلية، الخلية بتتنفس. وتصنع. طب انا خايف يا دكتور يضرني. لا يا عم ما تخافش، هتعمل ايه؟ ديستروي برضه عن طريق الكتاليز. ديستروي بقى الايه؟ H2O زي الـ O2. يبقى انت وظيفتين عكس بعض. طب ده كمان الكتاليز لوحده بدون بقى الـ H2O2 ده ممكن ديستروي التوكسين والايه؟ والدراجز. واخر حاجه ان البروكسوزوم مهم في الميتابوليزم بتاع مين؟ بتاع الليبي وتصنيع الميلين شيز. الدرس ده صعب ولا في اي حاجه، انا بس قلت لك هو كل اللي فيه انه معتمد شويه على اللاب. تعالى لدرس تاني بسيط وسهل وبيجي في الامتحان، ومفروض يعني تكونوا عارفين عنه حاجه بسيطه يعني. اسمه رايبوزوم. رايبوزوم. هو اكيد يعني اكيد مادام حط في الاخر كلمه سوم يبقى ده ايه؟ جسم برضه، هي اجسام او حبيبات صغيره كده. طبعا كالعاده هنقول لك لايت مايكروسكوب هنا اهو، وهقول لك الكترون مايكروسكوب هنا كده، وهحط لك الفانكشن بعيده هنا كده لوحدها. بس قبل ده كله هتلاقي عندك في الكتاب وفي المذكره في اربع سطور كده مهمين، تعال نقولهم كده مع بعض. بص يا سيدي، أول حاجة وصفنا بيها الريبوزوم، أول حاجة وصفنا بيها الريبوزوم إنه مان ممبرينوس أورجانيل أو بارتيكل، خليها أورجانيل أحسن عشان تبقى سهل. يعني إيه أورجانيل؟ وضعي. ويعني ايه ممبرينوس؟ في اخر الشابتر ده همليك تجميع سيف كتير قوي. ايه الاورجانيل للعضيات اللي عليها ممبرين واللي ما عليهاش ممبرين؟ ده اول واحد يعني ما عليهوش ممبرين، صح؟ الميتوكوندريا كان عليها اثنين ممبرين، اوتر وينر. الار ار ده هي ذات نفسها ممبرين، والسيل ممبرين ما هو ممبرين. تمام؟ الجولجي ابريتس كان عباره عن فيزيكال كده، او برضه تقدر تقول فيه ممبرين. تمام؟ طبعا اللايزوزوم والبروكسوزوم مش محتاج اقول لك انها فيزيكال، يعني اكيد عليها برضه. ده الوحيد اللي قابلنا دلوقتي معلوش ممبرين، عشان كده اول لفظ وكلمه مهمه انه نون ممبرينس اورجانيلا او بارتيكل. بارتيكل يعني جزيئات،
نون ممبرينس اورجانيل، يعني اورجانيل اللي معلوش ايه ممبرين. بيقول لك الاورجانيل الصغير الجميل ده 30، شوف يا اخي 30، عارف حجمه قد ايه؟ 30 ايه؟ تفتكر هكتب ايه؟ 30 نانومتر. ياه، هو نانومتر دي عدت عليا فين قبل كده؟ في اول درس سن البريد صح كان 7.5 نانومتر. يبقى انت هنا 30 نانو. بس دكتور بص انت علمتني حاجه، اي حاجه بالنانو لا تذكر، صغيره قوي وخليها كده عندك كده مش هتشاف باللايت. هنجي لها حالا، خليها دلوقتي. المهم ادي اول سطر ان الريبوزوم ده ايه؟ نون ممبرينوس اورجانيل، حجمه قد ايه؟ 30 اسمع التمييز نانومتر، ما حدش ينسى التمييز لو سمحتوا. خلاص؟ طيب المعلومه اللي هقولها دي بقى من اهم المعلومات اللي جايه رقم 2 دي، ومفروض ان انت عارفها. عارف انت الريبوزوم ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من واحد من الاحماض النوويه بتاعه الخليه، وبالتحديد ار ان اي. احنا عندنا دي ان اي وار ان اي، ده الشابتر الجاي ان شاء الله. الريبوزوم بيتكون من ار ان اي. استنى يا دكتور استنى كده بس بالراحه عليه. الار ان اي ده ثلاث انواع، في حاجه اسمها ماسنجر اللي هو الام الرسول، وفي حاجه اسمها الترانسبورتر التي ار ان اي، وفي حاجه اسمها ايه الثالث؟ الار ان اي الريبوزومي. يا راجل ده هو اسمه ريبوزوم الار ان اي لانه موجود في الريبوزوم، فبالتالي هتقول لي بيتكون من ار ار ان اي زائد شويه بروتين. ادي تكوينه. ولو عايز الاعداد يعني 4 جزيئات ار ار ان اي و80 جزيء بروتين، مش هتفرق قوي بس تفتكر دول بس. يبقى دي المعلومه الثانيه. واحده واحده. الريبوزوم يتوصف بالاول ان هو ايه؟ نون ممبرينوس ايه؟ اورجانيل. حجمه 30 نانومتر. بيتكون من حاجتين كده هم عايز يسمعها. ار ار ان اي زائد بروتين. ار ار ان اي زائد بروتين. عارف الريبوزوم ده موجود في الخليه بصورتين. تمام؟ موجود في الخليه بصورتين، يعني present in cytoplasm بصورتين. ايه هما بقى؟ بص يا سيدي، ساعات بتلاقيه فري مش ماسك في حاجه لوحده كده عايم كده لوحده، وساعات بتلاقيه اتاتشت طفري. دي وفهمناها، ادي خليه وشويه ريبوزوم فيها كده، يبقى فري ان سيتوبلازم دي فهمناها متنطور. انما ريبوزوم اتاتشد، اتاتشد ليه؟ للشبكه الاندوبلازميه، اندوبلازميك ريتيكولا. طب وهو الريبوزوم لما بيمسك في الشبكه بيخليها خشنه، بيبقى اسمها رف اندوبلازميك ريتيكولا اللي هي ايه؟ ار اي ار. يبقى الريبوزوم ده اتاتشد يا دكتور للاندوبلازميك ريتيكولم، فبيخليها رف اندوبلازميك ريتيكولا اللي اسمها ار اي ار. كلام تافه وبسيط وسهل وما فيهوش حاجه. تمام؟ وانا عمال اكرره عشان تحفظه. يبقى هنا الريبوزوم موجود في كام صوره؟ يا فري يا اتاتش. فري في السيتوبلازم وشكرا. اتاتش لمين؟ الاري ار. على فكره الريبوزوم اللي هنا وظيفته غير الريبوزوم اللي هنا، وهنقولها حاجه. هما الاثنين بيصنعوا بروتين، بس ده له حاجه وده له حاجه. ايه اخر معلومه بقى يا عم؟ احنا قلنا ان هو موجود في صورتين. تمام؟ وقلنا ان هو طب تعالوا نقولهم بقى من الاول. قول الثلاث معلومات دول. اول حاجه هو ايه؟ نون ممبرينوس اورجانيل. يعني ايه نون ممبرينوس؟ معلوش ممبرين. وخلي بالك ان ده اول واحد ناخده كده. حجمه 30 نانومتر. تمام؟ بيتكون من حاجتين يا جماعه لازم تحفظوهم، اسمهم ايه؟ ار ار ان اي زائد بروتين. موجود في كام صوره في السيتوبلازم؟ يا فري يا ايه؟ اتاتش لمين؟ ار اي ار. اخر معلومه، هو يا دكتور معلش يعني مش انت بتقول انه بيتكون من الار ان اي زائد البروتين؟ اه بس في معلومه ليك، الاثنين دول كل واحد فيهم بيتصنع في حته. يعني ايه يا فندم؟ يعني ده بيتصنع في النواه في النيوكليوس، وده بيتصنع في السيتوبلازم. ازاي بقى الاثنين اتقابلوا وعملوا لك ريبوزوم؟ عادي. بص يا سيدي، اخر حاجه انا بقول لك هنا حاجه اسمها الفورميشن، التكوين او التصنيع بتاع الريبوزوم. تعال نجيبها من الاول. من الاول ده يقول لك ايه؟ يقول لك انه الار ان ايه
او اللي هو تحديدا الار ار ان ايه فورمد اتكون ان بص انا ما كتبتش نيوكليوس كتبت لفظ تاني هنخله كمان حسيت اسمه ايه نيوكليولس النوايا صح ما توجعش دماغك لو كتبت نيوكليوس صح المهم ان ده الدقه ان انت الار ار ان يتكون في النيوكليولس طيب كمل بقى امال حضرتك البروتين اتصنع فين البروتين فورمد ان سيتوبلازم طب وبعدين مين هيروح لمين صح اقول تخاف ليه مين ده واحد اتصنع في النواه والتاني اتصنع في السيتوبلازم ده اتصنع في النواه وده اتصنع في السيتوبلازم مين يروح لمين ما هو لازم واحد يروح للتاني ها البروتين طبعا يا دكتور الار ار ان ايه ده حمض نووي حاجه قيمه جدا ده ما بيتحركش من مكانه ده انت اللي تجيله يبقى البروتين ده اخر حاجه بقى بروتين يدخل جوه النواه يرتبط بالار ار ان ايه ويطلعوا كايه رايبوزوم وده اخر حاجه تبقى هنا اهو هقول لك ايه انه البروتين انتر تو نيوكليوس اند اتاتشت تو ار ار ان ايه عشان حضرتك يكون لي شوف الكلمه الجميله مش هكتب رايبوزوم يا جماعه انا هكتب ماتيور رايبوزوم يعني ايه ماتيور رايبوزوم يعني ايه رايبوزوم ناضج يعني كامل التكوين يعني ار ار ان ايه زائد بروتين مش حاجه صعبه عامل بالظبط يا جماعه زي ما انت مثلا عندك بضاعه او عربيه او اي منتج جزء بيتصنع في الزقازيق وجزء مثلا بيتصنع في القاهره ولازم تربطهم مع بعض عاد شوف الحاجه منهم اللي رخيصه شويه وهي اللي هتسافر للتانيه انما الحاجه الغاليه ما ينفعش تتحرك هتخاف عليها ماشي هو نفس الكلام انت عندك الريبوزوم ده بيتصنع من حاجتين واحد في النواه واحد في السيتوبلازم ده هيروح لده يمسك معاه ويطلعه كماتيور ريبوزوم ماشي ده اكبر حته تعالى نحفظ الاربع جمل دول بيتوصف ان هو ايه الريبوزوم ده نعم من بيرينس بارتيكل او اورجانيل حجمه 30 نانومتر بيتكون من حاجتين يا جماعه مهمين ار ار ان اي زائد بروتين طبعا اربع جزيئات ار ار ان اي و80 جزيء بروتين ده لو انت عايز تعرف موجود في الصورتين في السيتوبلازم صوره بري وصوره أتلت. لمين ار ار بيتكون امسك عشان ما تقعدش مش عارف احفظ الحته دي امسك كل واحد لوحده الار ار ان اي فورمد ان نيوكليولس والبروتين فورمد ان سيتوبلازم بعد كده اقول لك البروتين انتر تو ذا نيوكليوس اند اتاتش تو ار ار ان اي تو فورم ماتيور رايبوزوم حاجه صعبه تعالى لللايت يا عم عيب قوي يعني لما اكتب لك 30 نانومتر عيب لما تشوف كلمه 30 نانومتر طب اقول لك على حاجه هو مش هيتشاف مبدئيا يعني هو كريبوزوم انا هرسم لك شكله ومش عارف انتوا خدتوا الشكل ده قبل كده في الاحياء ولا لا حاجه كده كبيره وحته تانية صغيره كده ده شكل الريبوزوم ده حبيبه الريبوزوم الواحده تمام هو ده شكله هنجيبه بس الكلام ده حضرتك تحت مين الالكترون اللايت لسه بقى اللايت ببساطه هتقول ان هو نوت سي ما بيتشافش بس استنى واحده واحده عشان الكلام ده تاني مره اقول انت بتقول لي ان الريبوزوم داخل في تركيبه ار ان ايه رايبو نيوكليك اسيد اذا الريبوزوم ده داخل في تركيبه حمض يبقى الريبوزوم لما يتصبغ يتصبغ بحمض برضه ولا يتصبغ بقاعده اقول عليه بيحب الحمض ولا بيحب القاعده بيحب القاعده دي اسمها ايه وبيزوفيلك في الهيستولوجي تعني ازرق يبقى هو بيقول لك ايه بيقول لك ان الريبوزوم كهو ريبوزوم نوت سين نوت سين كهو كريبوزوم ولكن بط بريديوس بيزوفيلك اريا بيزوفيلك اريا يعني حته زرقاء في الخليه عشان برضو الناس اللي مش فاهمه لو دي خليه فيها ريبوزوم انت صرختها انت متخيل بقى انك هتقعد تشوف نقط كده ده انت بتحلم النقط دي كام ده 30 نانومتر عمرك ما تشوف امال هتشوف ايه هتشوف حته زرقاء حته بيزوفيلك اعرف ان الحته دي فيها ريبوزوم يسالك بقى شفوي يسالك جيف ريزون ليه الريبوزوم بيزوفيلك تقول له عشان فيه تلقوه ايه اي ما يسالك ليه المروحه دي بيزوفيلك ليه المروحه دي بتحب البيز بيزوفيلك قول له عشان هي اسيد
انا بقول لك ليه الريبوزوم بيزوفيليك بيحب البيز؟ عشان هو اسيد، وبالتحديد ريبونيوكليك اسيد اللي هو ار ان اي. فهمتوا يا دكاتره؟ كلام بسيط قوي. يبقى اذا هو بريديوس بيزوفيليك ايه؟ يعني حته زرقاء، تمام؟ ازرق بيزوفيليك اريا، حته لونها ازرق جوه السيتوبلازم، ان سيتوبلازم. في بقى يعني حته كده مش مهم قوي يعني، بس انا هقولها لك. ساعات بتبص تلاقي اللون الازرق كده. هرسم لك ثلاث خلايا بس عشان تبقى فاهم، دي خليه ودي خليه ودي خليه الثانيه. ساعات بتلاقي اللون الازرق كده. وساعات بتلاقيه كده. طبعا كل حته لونها ازرق فيها ريبوزوم. وساعات بتلاقيه كده. كل الخليه يعني. الاولاني ده اسمه لوكالايزد. لوكالايزد يعني محدد، لوكال، لوكالايزد في حته. بيقول عليها لوكالايزد بيزوفيليا. يعني لون ازرق محدد. الثانيه دي اسمها سبوتي. سبوتي يعني منقط، منقط ازرق، لان الريبوزوم في كذا حته. الاخرانيه دي اسمها ديفيوز بيزوفيليا. الامثله استنى عليها دلوقتي، مش مهمه دلوقتي، امثله الخلايا. بس انا في الحته دي عشان ما بنبقاش سايبين حاجه غلط. احنا مش اتفقنا ان الريبوزوم تحت اللايت مايكروسكوب بيديني لون ازرق، واللون الازرق ده بسميه يا دكاتره بيزوفيليا او بيزوفيليك اريا. اللون الازرق اللي انت بتشوفه في الخليه ده ثلاث طرق او ثلاث حاجات. ايه هما بقى؟ اصحى معايا كام حاجه. ها قول. ممكن اول حاجه يبقى في حته واحده، اقول عليه ايه؟ لوكالايزد. ممكن يبقى منتشر في الخليه كلها، اقول عليه ايه؟ شوفوا انتوا بتكرروا بس. بقول لك ممكن يبقى منتشر في الخليه كلها، سميه ايه؟ ديفيوز. وممكن يبقى في حتت وحتت وحتت، اقول عليه سبوتي او منقط. انواع البيزوفيليا والسلام، لو انت رسمت لي الرسمه دي عشان تحفظها. الرسمه الثلاثه دول ممكن تبقى لوكالايز، ممكن تبقى سبوتي، وممكن تبقى ديفيوز في كل الخليه. ماشي؟ طيب تحت الالكترون بقى، تحت الالكترون ادي رسمتنا. الرسمه بتاعتنا دي تمام، اللي هي دي. طبعا واضح انه بيتكون من لارج سب يونت، وحده كبيره اللي هي المثلث الكبير ده، لارج سب يونت، اند الوحده الصغيره دي سمول سب يونت. بس يا راجل هو ده كل التركيب؟ وحده كبيره ووحده صغيره، لارج وسمول سب يونت، مفيش حاجه ما بينهم؟ فكر بقى. برافو، ايوه فتح بقى معايا بقى وافهم بقى. ما هو نفس الكلام، في شريط بيبقى موجود ما بين الوحدتين. الشريط ده هو واحد من شرايط الار ان اي. تفتكر انهي واحد؟ الام ار ان اي. يبقى سمول سب يونت ولارج سب يونت اند ام ار ان اي ان بتوين، اللي هو ده. انا اسال حضراتكم سؤال اتمنى ان انتم تبقوا عارفينه. هو الشريط الام ار ان اي بيعمل ايه هنا؟ كلكم قلتوا صح، بروتين سينسز. انما انت لو عايز الدقه تقول لي يا دكتور اصل الريبوزوم ده هو مكن الترجمه، بيترجم التتابعات اللي موجوده على الشريط الام ار ان اي عشان يصنع لك بروتين. ده الاجابه الصح الاولى حالا في الفانكشن، بس احنا بنفتح مع بعض الكلام. يبقى اول كلمه، انا بخلي بالك انا دلوقتي بوصل تحت ثاني ميكروسكوب، فبدات بقى تشوف 30 نانو، ان شاء الله تبقى 1 نانو. انا كده كده هشوف كل حاجه. بصيت على النقطه اللي بتقول عليها اسمها ريبوزوم دي، لقيتها عامله كده لارج سب يونت سمول سب يونت، وبينهم شريط ام ار ان اي. طيب برضو معلومه ليك، هو انا دلوقتي انا لما اترجم الشريط ده هطلع بروتين صح؟ او حمض اسمها ده بولي، حاجه اسمها بولي بيبتايد تشين، هتاخدوها في الفايت. المهم افرض انا عايز من البروتين ده نسختين، اربع نسخ، او ما ترجمه عملت نسخه وبعدين ارجع ترجمه تاني، عملت نسخه وبعدين ارجع ترجمه تالت ورابع، ولا اعمل ايه؟ احط كذا ريبوزوم على نفس الشريط. يعني ممكن تلاقي المنظر جوه الخليه عامل كده، ادي الشريط اهو، هو نفس الشريط، تبص تلاقي ادي ريبوزوم وادي ريبوزوم تاني وادي ريبوزوم تالت وادي ريبوزوم رابع، ان شاء الله 20 ريبوزوم. الموضوع ده معايا دكاتره،
الموضوع ده يا ولاد اسمه بولي سوم او بولي ريبوزوم، الاثنين صح. حد يعرف يقول بالانجليزي تعريف البولي سوم؟ هقول انا more than one ribosome on the same mRNA strand، اكتر من ريبوزوم على نفس شريط الRNA ده بالعربي. بالانجليزي بقى more than one ribosome، اكتر من واحد on the same، لازم كلمة on the same دي on the same mRNA. يبقى دي تاني حاجة. يبقى وانا دلوقتي بتكلم في الالكترون، اول حاجة تقول انه بيتكون من وبينهم وجود اكتر من ريبوزوم على نفس الشريط اسمه بوليسوم. على فكره دي موجوده ام سي كيو في كتاب الاسم وفي الكتاب بتاعك، كل ده هتلاقيه لما تيجي تحل هتلاقي بوليسوم. يا ايه بوليسوم ده انا مش عارفها؟ لا يا عم خدناها. بوليسوم دي كذا ريبوزوم على نفس الشريط، خلاص. طيب معلومه كده تلاقي عندك ان بي. اخر حاجه، هو انت مش قلت لي انه الريبوزوم ده بيبقى فيه منه صورتين، صوره فري وصوره اتاتشد؟ الاتاتشد ده بيبقى اتاتشد لمين؟ بيقول لك بقى ان الاي ار، الاي ار عليه ريسبتور الار اي ار كونتين ريسبتور، تمام؟ لمين؟ لللارج سب يونت. اللارج سب يونت، مش انت بتقول ان الشبكه الاندوبلازميه دي ايدي؟ ايدي هي الشبكه الاندوبلازميه، انت بتقول انها بتمسك في الريبوزوم. ادي الريبوزوم اهو، عايز امسكه بقى التاتش ده اهو عشان اخليه ار اي ار. اعمل ايه؟ قال لك حضرتك هتلاقي على الار اي ار ريسبتور مستقبل، الريسبتور ده بتمسك فيه الريبوزوم. طب اللي بيمسك في الريسبتور الوحده الكبيره ولا الوحده الصغيره من الريبوزوم؟ الكبيره، اللارج سب يونت. فتلاقيني بقول لك انه الار اي ار الشبكه الاندوبلازميه كونتين ريسبتور لمين؟ الريسبتور ده للارج سب يونت اسمه، احفظ دي، ريبوفورين. ريبوفورين ريسبتور ده اسم المستقبل بتاعه. يا عم الموضوع بسيط يا عم، هما كلمتين، اعرف كلمه بوليسوم وكلمه ريبوفورين بس. ادي الموضوع بسيط قوي، تمام. انا باقي لي تكه صغيره والحصه تخلص. بص يا عم الحاج، اخر حاجه الريبوزوم اول واحد يقابلنا ماله؟ نظم ممبرينا سورجين. بكرر الكلام ده عشان اسهل عليه وعشان هو مهم. حجمه قد ايه يا اولاد؟ 30 نانو متر، تمام. طيب بيتكون من زائد بروتين، وموجود في كام صوره؟ فري وايه؟ هتتش لمين؟ بيتكون الار ار ان بيتكون فين؟ نيوكليولس. هناخدها كمان حصه واثنين. وبعد كده البروتين بيتكون فين؟ بعد كده البروتين انتر تو نيوكليوس اند اتاتش تو ار ان اي تو فورم ماتيور ريبوسوم. تحت اللايت، اوعى تقول لي بيتشاف ده 30 نانو، بس استنى، اوعى تقول لي نوت سين وتمشي. مش هو بيتكون من اسيد؟ يبقى بيطلع لك حته بيزوفيليك، حته زرقاء. الازرق ده اللون الازرق اللي هيظهر لك له ثلاث صور، يا اما يبقى لوحده اقول عليه لوكالايز، لما يبقى منقط اقول عليه ايه؟ سبوت. يا اما كله ازرق اقول لك ايه؟ ديفيوز. خش على الالكترون، الالكترون بيورينا التفاصيل، صح؟ التفاصيل بتاع الريبوزوم ده ايه؟ وحده كبيره اسمها ريبوزوم، وحده صغيره اسمها وبينهم شريط اسمه ام ار ان اي. وبعدين عندك مصطلحين لازم تعرفهم وانت خارج من الحصه دي. اول مصطلح اسمه بوليسوم، احفظه يا اخي بالعربي، ويمكن بعد اسبوعين ثلاثه تلقطه بالانجليزي. يعني مش كل حاجه لازم تيجي من اول مره، بس على الاقل تبقى في دماغك. بوليسوم ده اكتر من ريبوزوم على نفس شريط الام ار ان اي. ليه؟ عشان انت عايز تعمل كذا نسخه. انت عايز البروتين ده اربع نسخ، عامل ايه يعني؟ 20 نسخه، فهمتني؟ فالبوليسوم مور ذان 1 ريبوزوم اون ذا سيم ار ان اي. امال ريبوفورين ده ايه بقى؟ هقول لك، ده مش ده ريسبتور موجود على الار اي ار، هو اللي بيستقبل اللارج سب يونت بتاعت الريبوزوم. ماشي يا ولاد؟ قلنا كده. اخر حاجه بقى الفانكشن، وظيفه الريبوزوم. بص انا ايه، همسح دي خلاص واكتب لك الفانكشن كده لوحدها فوق. الفانكشن واحد،
يلا يا ولاد حد يقول لي وظيفه الريبوزوم. هنتقاسم بقى. في واحد طبعا مش هيفتكر الوظيفه ده، ياخد صفر، مالناش دعوه بيه، احنا ناس شاطره. في واحد هيقول سينسز اوف بروتين، ماشي. وفي واحد يحب الدقه شويه. كلمه تصنيع بروتين دي كلمه عامه، ما انت راجل وصفته ودرسته وشفت كل حاجه قدامك. بص انا هقول لك ايه، هقول لك وظيفه الريبوزوم انه ترانسليت. يعني ايه ترانسليت؟ بيترجم الام ار ان اي الى بولي بيبتايد شي. تهيألي انتوا خدتوا المصطلح ده في البايو. ايا كان سلسلة عديد البروتين اللي انتوا بتقولوها دي، ماشي. بولي بيبتايد تشين، عديد البيبتايد، بيبتايد ده اللي هو البروتين، يعني كذا امينو اسيد مع بعض. كذا دي يعني بالملايين، مش كذا دي 10 ولا 5. بولي بيبتايد تشين، يبقى عشان تحول ده لده محتاج الريبوزوم، هو ده وظيفته. دي بقى يا اولاد اظرف بكتير من كلمه ايه؟ سينسز بروتين. سينسز بروتين دي كلمه عامه قوي، ماشي يا اولاد. يبقى انت هتقول لي ترانسليت الام ار ان اي الى بولي بيبتايد تشين، ده الوظيفه الاولى. وظيفة 2 و 3 عايزك تاخد بالك ان هما جزء من وظيفة واحد، يعني دول انواع من دي. بص يا دكتور، هو بالنسبة حضرتك الفيرين ريبوزوم بيصنع بروتين نفس البروتين بتاع الاتاتشت؟ لا، البروتين اللي بيطلع من الفيرين ريبوزوم ستيل او ريتين يعني يظل ان سيتوبلاس، يعني ما بيخرجش بره الخلية. انما البروتين اللي بيطلع من الريبوزوم الاتاتش اللي هي على الار اي ار، يعني او بين قوسين ار اي ار، ده يقول لك ان هو ترانسبورتد، او بلاش ترانسبورت، سكريتد. يعني ايه سكريتد؟ بيفرز. سكريتد outside the cell، استخدام الخارجي. انت عندك مصنع في خطين انتاج، خط الاستخدام المحلي وخط للتصدير. ادي مصنع البروتين، في خطين انتاج، خط للاستخدام المحلي وخط للتصدير. اديني مثال على بروتين يصنع ويستخدم في الخليه فقط ولا يخرج خارجها. هناخده ان شاء الله الترم الثاني، اسمه هيموجلوبين. الهيموجلوبين ده جوه خليه ايه؟ خلايا الدم. عمر حضرتك سمعت هو الهيموجلوبين وظيفته يشيل الاكسجين عشان كده موجود في كرات الدم الحمراء؟ طب هيخرج بره الكره يعمل ايه؟ عمرك سمعت عن الهيموجلوبين خرج بره كره الدم الحمراء؟ هيعمل ايه؟ هو وظيفته جواها. عشان كده لما اجي في درس الهيموجلوبين هقول لك الترم الثاني شو هقول لك بيتصنع فين؟ لو قلت لي ريبوزوم اقول لك اجابتك ناقصه، لازم تقول لي فين؟ الفري ريبوزوم، عشان هو بيستخدم جوه السيتوبلازم بس. ده مثال هيموجلوبين، فهمنا؟ اي بروتين في الدنيا بقى في جسمك هتلاقيه بيتصنع في الار اي ار. اديني بقى مثال حاجات بقى استخدمها بره الخليه. والله يا فندم يعني عندك مثلا ايه؟ اي انزيم بنكرياتيك انزايم، انزيمات البنكرياس، بنكرياتيك انزايم، ماشي. الجروس هرمون، هرمون النمو، اي هرمون في جسمك هتلاقيه برضه بيتصنع في الار اي ار، تمام؟ طيب حتى في حاجات ممكن مجرد انها بس بتقرب من السيل ممبرين نصنعها في الار اي ار. زي ايه؟ عارف انت البروتينات بتاعت السيل ممبرين اللي احنا كنا بنقول عليها انتجرال وبريفرال بتصنع في الار اي ار، بروتين اوف سيل ممبرين. على فكره الحته دي بتيجي ام سي كيو، او حتى اللي احنا قلناها برضو لسه الحصه اللي فاتت، مين؟ اللايزوزوم. حاجات اللايزوزوم بتصنع في الار اي ار. خلي بالك هو يسألك في الامتحان يقول لك ايه بقى؟ يقول لك البروتين بتاع السيل ممبرين بيتصنع في الفري ولا في الاتاتش ريبوزوم؟ انت لو مش مذاكر هتقول ايه؟ السيل ممبرين ده بروتين هيقعد في الخليه، صح؟ يبقى بتصنع في الفري. قلت لك اي حاجه تقرب بس من بره هتصنع في الار اي ار. او بص اجيب لك من الاخر، الفري عندك مفيش الا الهيموجلوبين. خلاص؟ مفيش الا مين؟ الهيموجلوبين. ده البروتين بيتصنع في الفي عشان بيتصنع جوه الخليه، انما الار اي ار بيستخدم وبيصدر بره الخليه. مش كده يا اولاد؟ قول بقى الوظيفه تاني، ايه وظيفه الريبوزوم؟ اهم واحده رقم واحد، يعمل ايه؟ ترانسليت مين؟ الى بوليبيبتايد تشين. اتنين وتلاته بقى،
الفرين البروتين رايح فين؟ السيتوبلازم. في السيتوبلازم زي الهيموجلوبين. الاتاتشد الار اي ار سيكريتد باي ذا سيل اوتسايد بقى. ممكن يبقى اي انزيم اي هرمون. يبقى عندك مثلا اللايزوزوم او الايه بروتين اوف سيل ميمبرين كده. مشكله يا شباب لسه ما فهمش الحكايه دي. يوم الثلاث الحصه العاديه بتاعتنا ان شاء الله.